ازيكم يا اصحابي؟ شفتم معايا ايه؟ دي صورة صورتها لنا خالة خيرية واحنا في المصيف السنة دي، وطلبت منها اني اخد الصورة اعلقها في البيت عندي عشان هي دي الصورة الوحيدة اللي اخدناها هناك، وعشان كمان افضل دايما شايف اصحابي اللي بحبهم خوخة ونمنم قدامي. دلوقتي بقى بعد اذنكم عشان اروح اعلق الصورة الجميلة في البيت عندي. لو سمحت لو سمحت. انا؟ ايوة من فضلك، انا الاستاذ غورا سمير الناقد الفني الشهير. وانا فلفل. اسمح لي، انا مش قادر امنع نفسي من الاعجاب بالصورة اللي في ايدك. فعلا دي صورة جميلة، وشايف كمان انا ماسك فيها العسلية ازاي. واضح انك بتحب العسلية جدا جدا، وكل الناس بتحب العسلية. طبعا، وعشان كده انا عندي ليك عرض. عرض؟ عرض ايه؟ انا عايز احط الصورة الجميلة دي في معرض كبير مقابل 5 صناديق عسلية، ايه رأيك؟ بس الصورة دي هي الوحيدة اللي انا واصحابي طالعين فيها في المصيف. لا لا لا، انا مش هقدر افرط فيها. بعد المعرض ما يخلص هتاخد الصورة تاني. بس انا اخاف الصورة يحصل لها حاجة، ودي صورة عزيزة عليا جدا. بص، ممكن اوريك صور تانية تختار منهم صورة للمعرض. لا لا، انا عاوز الصورة دي، الصورة دي تكوينها الفوتوغرافي مع عشوائية ردود الفعل الانطباعية بالذات اللي باينة على وشك هتعمل فتح جديد في عالم التصوير. فعلا؟ انت مش شايف كده؟ ثانية واحدة. ايوه فعلا، على فكرة انا احسن واحد يعمل ردود فعل انطباعية عشوائية في عالم سمسم، لكن برضو لا، مش هقدر اديك الصورة. طب هديك قصادها 10 صناديق عسلية. قلت ايه؟ 10 صناديق عسلية ليا انا لوحدي؟ ايوه، اتفقنا. برضو لا، الصورة فيها ذكريات جميلة ومش سهل اقدر اعوضها تاني لو حصل لها حاجة. طب ايه رأيك اديك 20 صندوق عسلية؟ 20؟ ايوه، تخيل ممكن تخلصهم في قد ايه. ياه، 20 صندوق، دول هيقعدوا معايا كتير قوي. يبقى اتفقنا، هات الصورة بقى. لا لا، مش هقدر ادي لك الصورة. ليه؟ انت مش بتحب العسلية؟ طبعا طبعا بحب العسلية، لكن انا بحب اصحابي اكتر من اي عسلية. في الحالة دي انا ما اقدرش اقول غير ان اصحابك محظوظين ان عندهم صاحب زيك. مع الاسف نفسي اخد الصورة العظيمة دي، لكن واضح ان مفيش فايدة. بعد اذنك. اتفضل اتفضل. ياه، 20 صندوق عسلية، 20 صندوق عسلية. انت بتكلم نفسك ليه يا فلفل؟ ومين الراجل اللي كان واقف معاك ده؟ ده الاستاذ غورا سمير الناقد الفني الشهير. اول ما شاف الصورة الجميلة بتاعتي مع خوخة ونمنم عجبته قوي، وعرض عليا، مش هتصدق يا خالة خيرية، ايه؟ 20 صندوق عسلية. طب كويس، انت بتحب العسلية، ما اديتهالوش ليه؟ اديهاله ازاي يا خالة خيرية؟ ودي الصورة الوحيدة اللي ليا مع اصحابي واحنا في المصيف. طب ما هي الصورة دي على الكمبيوتر بتاعي، يعني انت كنت ممكن تديهاله وانا اطبع لك واحدة بدلها. فعلا؟ فعلا. يا استاذ، يا ناقد، يا شهير، يا قورة، يا سمير.